امباساتور جيمس سوان واحد دبلوماسي ولا شيء ذلك مريكا كو دوان حقيها جودة قرمة مدوبه وصو مقعابي إنه نقضى كسيمة هير جيجا قار كاي يوان كو تشوغا سوماليا ايا مانتا لغو سو دوية مقالة مقدشة عاصمة دادال كاسي سيدا لغو شاقة ورقرار وكسو بحي حفيز كسياسة دا قرمة مدوبه اي انصوم كسيمة هير جيجا قار كاي وحاو مدادة حل كاسي سيها يو دولة دا فدرار كاي يو بشدا سوماليا بو كلاش لغين دونا كاميرا دارين تاريما هنبت قليدا اما انك قود حرو مارين تا مهيمة دا يمدنانها هنانكا دولة دسكا سوماليا امباساتور جيمس سوان او حقيها قودة قرمة مدوبي ومقا عابي افريا طمانكي بيشان مي يعني بدا كوني افريا لاباتنك وحا او مدوكو ميل قارا حان دونا ارقية قار كاي سوماليا كدي مركي اي حلقاسي بانيسي ارقية هوري كاتريون اللاين او دالتاي دالكا بقرطوية دا انجريسكا جيمس سوان وا دبلوماسي وا ياراقا او مدر دير كسو شغيني دالكا جيسكا افريكا اي وچه هيا اسبدالادا سياسة داد اي عدق مركي وقود دم بيسي مستر سوان وحاو هاي ارقية قار كاي قرمة دمدوبي وقابل سان سوماليا iya madaxa anzoom laga soo bilaabo 2019 ilaa 2022 isagoo sidoo kale xilkan oo kale Soomaaliya uga soo hayay intii u dhaxeysay sanadihii 2008 ilaa 2019 waana markii saddexaad ee loo soo magacaabo dalka Soomaaliya Ismaaciil Cabdi Xasan Saab TV Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmuul waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121